أهلا بكم في أولى حلقاتي حلقات الحاخام الرافضي الأعظم ترول. أريد أن أرحب بكم جميعا أيها الموالين. سوف أعرفكم بمعنى الشيعة. عندما تسمع كلمة شيعي ماذا سيخطر على بالك أولا؟ متعة. من كل قطرة تقطر منه 70 ملكة يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي، ما عندنا غاز ونستغيث به إلا أنت يا علي. مثل هؤلاء اللي عندهم مثل هذه الموارد لازم يخمسوها، وإذا ما يخمسون الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم. جنس. قال دخلت على أبي عبد الله يعني إمام الصادق عليه السلام فقال لي يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ هذا هم متزوج همان طالع من أهلك. لعن الصحابة. العقيدة الشيعية لا تقبل بأي نوع من أنواع المصالحة مع أبي بكر وعمر، لأنهم يعتبر هذان الاثنان ظالمين لأهل البيت عليهم السلام. إباحة التحرش بالأطفال. ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرة؟ أخر. في الحقيقة أنا مؤسس هذا المذهب المنحرف بمساعدة عبد الله بن سبأ المجوسي، ولكنه قد مات وتركني وحيدا في السرداب، وها قد خرجت الآن لأنشر المذهب الذي أسسناه سويا، لأني ألاحظ غباء شيعتي بشكل فظيع وأنهم في تناقص مستمر، وأخاف أن يندثر هذا المذهب. ونشتهر نحن الروافض بصفات مميزة لا يشتهر فيها أي حيوان أو حشرة، مثل أكل التراب. وأنا كل يوم إذا قعدت الصبح أخذ لي من التربة الكربلية مقدار حمصة صغيرة أخذها وزينة للبطن وللكلى. الرائحة الكريهة. لم يثبت عندنا غسل بلا سبب. انعدام الغيرة. يجوز للبنت الباكر أن تعقد من دون إذن ابن الولي. الجهل والطاعة العمياء. نفذ ولا تناقش. الظاهر نسيناها هذه العبارات تريد انها نعيدها. نحن لسنا شرطة. نفذ ثم ناقش. لا. نفذ ولا تناقش. ملاحظة. الكثير يسألني هذا السؤال. تعرف عايض؟ فأحب أن أقول لكم. كل رافضي فخور بمذهبنا لابد أن يعرف عايض أو أشباهه. الآن نأتي لنتكلم عن بعض الفتاوى التي أرسلها الموالون عبر الصفحة الخاصة بذلك. لقد أرسل لنا المدعو داعش الروافض هذا الفيديو لنشاهد بعضه سويا. بعد عاش النبي حياة مادية، عاش كطفل، طفل واحتاج لأن يرضع ولم يكن هناك من مرضع ولم يكن هناك من أحد، فالله ألهم أبا طالب عليه السلام والله يلهم عباده، مفترض نتفق احنا وياكم بهذا الشيء، فوضع ثغر النبي على صدره، الله اجرى اللبن في ثدي ابي طالب وشربه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة بما ان عملية تحويل الجنس اصبحت مباحة لدينا، فاغلب الشيعة الذين ترونهم كانوا عكس جنسهم، فصار هناك اضطراب في الخواص الذكورية والأنوثية، لذلك إن هناك رجال منا يتصفون بصفات أنثوية وهناك نساء يتصفون بصفات ذكورية، صار بعض رجالنا لديهم القدرة على إرضاع الأطفال، لذلك نسبنا هذا الشيء إلى آل البيت، كرمهم الله من خرافاتنا نحن الشيعة.